السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهاردة هنعمل بسبوسة الحلواني، سهلة وسريعة وجميلة جدا، مش هتفك منك أبدا. هنا هو معانا، هنا هو السميد، سميد البسبوسة طبعا، دوت 3 كوبايات دي سميد بسبوسة، وهنا هو معانا دي نص كوباية سكر أو 1.25 كوباية يعني، على حسب حلاوتها. انا ما بحبهاش حلوة قوي يعني تجزع كده النفس، فانا هكتفي بنص كوباية. نص كوباية السكر دي هنروح البوتاجاز هكرملها، وهوريكم لما تكرمل هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا اذا عجبكم الفيديو بتاعي وبقى مفيد بالنسبة لكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد وكل مفيد وكل اقتصادي مني. وطبعا ما تنسنيش قبل ده كله الدعوة الحلوة اللي في ظهر الغيب، ولكم المثل واحسن ان شاء الله. طبعا احنا هنكرمل، انا حطيت السكر على النار عشان يكرمل. طبعا هنكرمله على نار هادية خالص عشان ما يتحرقش مننا. خلاص اهو كرملت السكر وبقى بالشكل دوت، شايفين. هنحط دلوقتي عليه معلقة او معلقتين، كل واحد بقى على حسب ما يحب، بس انا هحط معلقة عشان السمنة البلدي بتبقى يعني دسمة زيادة عن اللزوم، فانا هحط معلقة كبيرة على الكراميل. سمنة بلدي اهو، السمنة سيحتها اهو، حطيتها معلقة كبيرة. طبعا الكراميل كلبش عشان سبته بعيد عن النار. هجيب بقى كمان الحليب وهحطه عليه عشان ندفي كله مع بعض. حطيت عليهم 1 كوباية حليب، هروح على النار تاني هندفي كل الخليط ده كده مع بعض. شايفين ازاي كلبشت المعلقة السيليكون مسكت في قلب الكراميل. انا هروح بقى هنسيح ده كله مع بعض وهجيلكوا تاني نشوف هنعمل ايه في البسبوسة. هنا بقى البيكنج باودر، هنحط معلقة كده حلوة على السميد عشان ما يبقاش، انا ما بحبش البسبوسة تكون مكتومة، احبها كده اهو تكون هشة وحلوة في نفس الوقت تكون متماسكة. نحط كده اهو معلقة حلوة كده اهو اهو زي ما هنحط كده قدامكم اهو. بس كده كفاية، وهنعملها كده بايدينا عشان طبعا احنا ايه ما نخلناهاش ولا حاجة، عشان لو فيها هو الحمد لله يعني ما فيهوش تكتلات ولا حاجة. وهنقلب بقى كويس جدا علشان تبقى كل حتة في البسبوسة تنفخ معانا وتبقى نفشة وهشة جدا، وفي نفس الوقت تكون متماسكة ما تفرطش مننا وتفك مننا احنا وبنقطعها. فده طبعا نتيجة ان ايه، ان بيبقى الشربات او السيرب بتاعنا بيبقى قليل جدا عشان كده بتفرط معانا. وطبعا انا الكراميل اللي انا جهزته دلوقتي هجيبه احطه عليها، وهو ده طبعا من العوامل اللي بتخلي البسبوسة بتاعتي متماسكة وحلوة زي الفل زي الجاهزة بالظبط. هنا طبعا الكراميل بتاعنا والحليب والسمنة اهي، شايفين ازاي على الوش دوت. دي النتيجة النهائية بعد ما حطيناه على النار وسيحناه. طبعا هنحط هنا هو بقى الكمية دي كلها، شايفين ازاي سخونية السكر مع الحليب وايه تاني والسمنة هي دي اللي هتخلي السميد بتاعنا او البسبوسة بتاعتنا هتكون طرية جدا وهشة جدا في نفس الوقت، وكمان هتكون ناجحة معانا. لكن مش هتبقى بقى معانا ناشفه كده اهو، وزي ما بنقولوا عليها كده اهو، ايام زمان كنا نقول عليها اي حاجه كده بتبقى معضمه بنقول عليها معصعصه، فما بتبقاش حلوه طبعا. فاحنا كده اهو هنقلب كويس جدا كل حاجه. طبعا انا مخليه اللهم صل على النبي الكراميل بتاعنا فاتح زي ما انتم شايفين، يعني ما غمقتوش قوي، ما غمقتش السكر قوي عشان تدينا النتيجه دي الفاتحه، عشان مش عايزاها غامقه زي الجزء ساعات بتتلسع لما بيبقى الكراميل غامق. ساعات احنا بنشتريها كده
بتبقى البسبوسة بتاعتنا ملسوعة، بتتلسع مننا علشان السكر المكرمل ده بياخد وش على طول، يعني بيدينا وش على طول كده، هو غامق. فانا مش عايزة النتيجة دي، عايزاها تكون حلوة وتستمتعوا بأكلها احنا وبناكلها طبعا. وطبعا هتشرفك قدام ضيوفك قدام اي حد هياكلها. خلاص كده هو ده اهي النتيجة بتاعتنا في البسبوسة. هجيب بقى الصينية بتاعتي وهنشوف هنعملها ازاي. دهنت اهو الصينية بتاعتي، وهنحط نص البسبوسة او دقيق البسبوسة في قاع الصينية. طبعا انا الصينية هنا اهو ده انا دهنتها زيت علشان خاطر الزيت بيدينا لون حلو وسوى حلو غير السمنة. هنفردها بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين اهي اتسوت حلو. انا بليت ايدي مية كده وسويتها بايديا، لاني طبعا بالمعلقه مش هتستوى حلو، هتكلبش فيها علشان خطر الكراميل. هنا هو في نص الصينيه هنعمل ايه؟ هرش بقى المكسرات، اي حاجه انت عايزاها، حتى لو اللي هي الكريمه اللي بتاعت الحلويات عايزه تحطيها في النص هتحطيها، بس طبعا يعني هتغلبك شويه احنا وبنفرد الطبقه التانيه، بس طبعا بتبقى جميله جدا ولذيذه جدا. انا عملتها قبل كده وان شاء الله هبقى اعملها لكم تاني. دلوقتي هروح اجيب المكسرات وهنرش بقى ايه في نص الصينيه. هنا طبعا معايا جوز الهند، دي كنت جايباها جوز هند واحده كده طازه، وبشرت جوز الهند، اخدت اللبن بتاعها استخدمته في وصفه، ودوت جوز الهند انا بشراه كده خشن، انا عندي ناعم بس قلت احط الخشن احسن يديها طعم حلو. وهنا هو معايا كمان زبيب، واي مكسرات بقى عندك سوداني اي حاجه، مكسرات غاليه مكسرات رخيصه اي حاجه عايزه تحطيها في النص تحطيها. وطبعا جوز الهند دوت ما ينفعش ان انتي تحطيه كده هوت في التلاجة من تحت او على الرف بعد ما تبشريه، لانه طبعا بيعفن زي اي حاجه، لان انا قبل كده جربته يعني فعفن معايا وباظ، كنت بحسب ان هو مش هيخسر يعني هيفضل ايه كده، لان هو كان جواه اللبن فهو حاجة مبلولة حاجة طازة، غير الجوز الهند اللي بيجيلنا بيبقى مجفف والسائل بتاعه بيبقى جاف، يعني ما بيحافظ بقى عليه حتى لو هو في الرف من تحت او بره التلاجة بيبقى طبعا كويس وما بيخسرش مننا. النهارده بقى هنحط جوز الهند، قصدي هنحط الزبيب معانا اهو قدامكم كل حاجه عشان بقى تبقى حلوه كده هو ده، وايه تستمتعوا بيها هتبقى احلى من الجاهزه وبرده هيبقى لونها جميل. انا يعني ما بحبش انا مكسرات قوي عشان الدايت وكده، بس طبعا الاولاد بيحبوا المكسرات ويحبوا بحب البسبوسه والحاجات الحلوه الكتير اهو حطيته كله. خلاص هنجيب بقى طبقه البسبوسه التانيه هنحطها فوق دي ونفردها بقى براحه. هنحط باقي كميه البسبوسه ديت، السميد اللي احنا عملناه شايفين ازاي تقل علشان طبعا السكر خلاه يتماسك في بعض، هنحطه كده هو وبنفس التعامل اللي احنا عملناه تحت هبلي ايدي برضو وافرد ايه باقي سميد البسبوسة. انتوا شايفين عامل كده هو كتل، يعني مش هيتفرد معانا زي كده هو البسبوسة اللي انا بعملها بيضة. طبعا البسبوسة اللي انا بعملها بيضة برضو بكون متماسكة وبكون جميلة جدا، بس انا ايه ما كنتش بحب اعمل دي عشان اول مرة انا يعني اعملها في القناة، ما كنتش بحب اعملها عشان ما تبقاش لونها غامق قوي معانا احنا وبنعملها. هبلي ايدي بقى واحاول ان انا افردها براحة وفرفتها كده هود علشان خاطر المكسرات اللي في النص. طبعا ايه هنلاقي جزء طالما هنبطط كده على طول، لا هنلاقي جزء في مكسرات والجزء التاني مفهوش، هتلاقي بقى العملية اتلخبطت معاكي، هتلاقي اللي يطلع فوق واللي ينزل تحت. لا هوريكوا دلوقتي انا هعمل ايه اهو كده. وهنجيب بقى دوت البسبوسة، بصوا هنقطعها كده حتت حتت كده هوت، هكملها بقى وهجيلكوا انا وبفردها
احنا بنفردها مع بعض بكف ايدي بعد ما بل ايديا طبعا بالمية العادية. بعد ما عملتها كده هو هبل بقى كف ايدي، بليت اهو كف ايدي وهفردها.